السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم في موعدنا الصباحي المتجدد من ساعة صباح وفي لقائنا لهذا اليوم. على طريق دعم ومساعدة ذوي الإعاقة، كثير من التفهم، بعض الاهتمام، ولا داعي للشفقة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التفاعلية من ساعة صباح، نستقبل فيها آرائكم من خلال صفحتينا للجزيرة مباشرة على الفيسبوك وتويتر. والسؤال الذي طرحناه عليكم على صفحتينا: ما هو دور الفرد في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة في المجتمع؟ أرسلوا لنا الآراء والأسئلة أيضا إذا أردتم أن تطرحوها على الضيوف وسنقوم بطرحها عليهم، فشاركونا. على طريق دعم وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيا، يضر الكثيرون من حيث يريدون النفع، فبحسب المختصون في هذا المجال أكثر ما يحتاجه الشخص المعاق هو الاهتمام، وأكثر ما يضره هو الشفقة، ويقتضي أن يقترن الاهتمام بتفهم طبيعة احتياج كل شخص قبل تقديم أي نوع من المساعدة له، وتختلف هذه المساعدة بحسب اختلاف النوع ودرجة الإعاقة. وسنركز في حلقتنا لهذا اليوم من ساعة صباح على دورنا كأفراد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على طرق المساعدة التي يجب أن يسلكها المحيطين بالمعاقين وأسرهم. ونستهل هذه الحلقة بمشاهدة مقطع مصور منشور على صفحة حلم على فيسبوك والمعنية بدعم وإدماج المعاقين، وهو تحت عنوان ما تزودهاش، لنشاهد معا. كده انا يا ابني ليه كده؟ الموضوع بسيط، عاملني باحترام زي ما بتحب اني اعمل. لما تيجي تساعد اسالني الاول تساعدني ازاي. انا مقدر قوي ان انت عايز تساعد، بس اللي انت فاكره هيساعدني ممكن ما يساعدنيش قوي. أنا مش الست الوالدة، بلاش تحط إيدك على راسي وأنت بتسلم عليا، سلم عليا زي ما بتسلم على أي حد. ما تبصليش قوي كده، أنا زي زيك. على فكرة، أنت ممكن تكلمني على طول، مش محتاج تكلم الشخص اللي معايا. لو في مترجم إشارة موجود، ده مش معناه إنك تتكلم معاه هو. الصح هو العكس، انك تتكلم معايا انا. انا بستفر انا واجب. ولو عايز تعرف انا مين، بص على قدراتي ما تبصش على عقدي. قوي كده يعني. الادوات اللي بنستعملها عشان تساعدنا في حياتنا اليوميه هي جزء مهم جدا من شخصي، فيا ريت ما تحركهاش من مكانها غير لما تقول لي. مش معنى ان انا كفيفه ان انا مش سامعاك. معنى اني اصم اني لازم اكون كفيف. لو حابه تساعديني بدل ما تشد دراعي اديني دراعك. تحب اساعدك؟ اه ممكن. حاسس بيه سلم. We'll be right back.
وللحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد علي شيخ الدين. أهلا بك سيد علي. أهلا. وننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر وكذلك عبر موقع الجزيرة مباشر. صباح الخير سيد علي وأهلا بك. بداية تحدثنا عن حالتك بشكل عام. طيب حالتي هي إعاقة حركية طبعا جاتني بسبب يمكن أخطاء طبية في بداية الأمر من الصغر يعني وكبرت معي ويعني حاليا عندي إعاقة حركية على كرسي متحرك. نعم. طب بالنسبة للشخص يلي عنده إعاقة أو ذوي احتياجات خاصة هل تلقى بحسب تجربتك الشخصية دعم من المجتمع المحيط بك؟ هو الدعم موجود لأن فكرة دمج ذوي الإعاقة من البداية كانت في البداية صعبة شوية لكن مع مرور الزمن مع التعود مع الأمور صارت الأمور الحين أبسط بكثير. في دعم من المجتمع لكن نحتاج يمكن شوية توعية أكثر يعني من للناس أو للمجتمع. طب شو أكثر شيء ممكن يزعجك في التعامل معك أو مع احتياجاتك؟ هو التعامل معي أنا يمكن أكثر شيء يزعج نظرات الناس أو تعامل الناس معي أنا شخصيا لكن أو المساعدة الزائدة المفروضة عن اللزوم فهمت علي؟ يعني مثلا مساعدة الناس يجيك كأني حسك أن أنت مثلا أقل أو أن أنت محتاج مساعدة دائما أو بالعكس يعني إحنا الحمد لله ما في شيء صعب ما في شيء نقدر نساعد نفسنا نقدر نعتمد على نفسنا بشكل كبير. هاي المطلوب من المجتمع تفهم هذا الأمر. بس يمكن بعض الأشخاص بيحاولوا مساعدة أنه من غير القصد بس بحسن نية. صحيح بحسن نية لكن أحيانا يكون مزعجة. في أحيانا تكون مزعجة. طب متى بتكون مزعجة هاي الأشياء يعني لما بتكون بتزيد عن حد أو بتتعدى زيادة عن اللزوم؟ صحيح بتكون أحيانا زيادة عن اللزوم بشكل أشياء بسيطة جدا ممكن يحسك أن أنت غير قادر على عملها مع أنه بالعكس في أشياء صحيح محتاجة المساعدة فيها أو تسهيل بعض الأمور لكن مش في كل شيء. في أمور كثير نقدر نعتمد على نفسنا نقدر تسويها بنفسك بدون أي مساعدة أي شخص. ممكن بعض الأشخاص يساعدوك في أشياء أنت قادر أن تقوم عليها كما صحيح. مثل ما أنت تفضلت بس ممكن الشخص مثلا ما يكون عارف أنه شو النوع المساعدة يلي صحيح. هل بتحاول أنك تخبر الأشخاص يلي بدهم يساعدوك أنه بأي طريقة ممكن يساعدوك؟ صحيح. لا شكرا أو بابتسامة لطيفة أنه لا أوكي أنا قادر أن أسوي شيء. في أشياء ثانية طبعا محتاج الواحد يكون مساعدة أو تسهيل بعض الأمور من أشخاص ثانيين وهي طبيعي نحتاج هيك. طب في أشياء ممكن تطلب من المجتمع بتحس أنها ناقصة للمعاق أو ذوي الاحتياجات أنه لازم تكون أكثر؟ يمكن مثل ما حكيت لك النظرات بس نظرات المجتمع أو نظرة الأقلية أو أن أنت أقل مني في شيء مثلا. طب إذا تحدثنا عن المؤسسات الحكومية أو دور الجمعيات أو كذا في أشياء عملية ممكن في هم قائمين بها فعلا الأدوار سواء الجمعية القطرية الخاصة أو الجمعيات بشكل عام العربية. في المؤسسات الحكومية قاعدة تسهل أمور كثير حاليا وإن شاء الله في المستقبل يكون الأمور كلها بسيطة بالنسبة لنا. فعليا في محاولة كبيرة. طب شو الأشياء يلي يعني أكثر المبادرات اللي كنت مبسوط فيها أنه فعلا قدمت مساعدة؟ مبادرات من مين؟ من الجمعيات أو مبادرات حكومية أو مبادرات؟ في مبادرات كثير منها التوعوية منها الإعلانات منها مخاطبة المجتمع أن مثلا في أمور كثير حلوة لكن ممكن أكثر شيء يسووه تسهيل الأمور تسهيل الأماكن العامة قوانين الحالية أن لازم يكون مباني مثلا مجهزة. تحكينا شوي عن تسهيل هاي الأمور مثل ما تفضلت بالأماكن العامة تخصيص مكان لذوي الاحتياج مواقف. نعم صحيح. وطبعا اللي هي اللي بجانب الأدراج هاي الأشياء المسهلة. نعم. في أشياء كثير مثلا داخل المبنى إذا يكون ما في دراج ما في صعوبات للتحرك يكون أمر مثلي مثلك أقدر أتحرك بكل بساطة سواء في سلالم سواء في مواقف سواء في مستلزمات ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني. طب بشكل عام من خلال تجربتك سيد علي بتلاحظ أنه مجتمعاتنا قادرة على إدماج المعاقين مع المجتمع؟ قادرة لكن حسب الشخص ذوي الإعاقة نفسه. إذا هو قادر أنه هو يفرض نفسه على المجتمع كيف أقدر أنا أني أوصل للناس أن أنا مثلي مثلك أو أني أنا قادر أني أسوي هذه الأشياء. يمكن في ناس انطوائية شوية أو خجولة شوية ما تقدر توصل هذه الفكرة للمجتمع لكن الدور الأول يبقى علي أنا كشخص ذوي إعاقة وبعدين تقبل المجتمع لفكرة الدمج أو التواجد معه. باعتبارك في هذه التجربة
شو بتحب تقول لحتى باقي المعاقين اللي مثل ما تفضلت بنكون عندهم انطوائية ما في الانطوائية أو ما في اندماج بالمجتمع؟ صحيح. كيف ممكن نشجع المعاق لحتى يندمج بالمجتمع؟ هو أولا لازم يقتنع أنه هي إعاقة من الله، يعني سواء هي يعني طبعا قدر أو شيء مكتوب عليك أو ابتلاء من رب العالمين، فلازم يقتنع فيها أنه هو ابتلاء أولا. طبعا هذا الشيء أولا يعني يكون على الأهل أو الأهل في البيت، كيف أن هم يأهلوا هذا الشخص أنه هو يطلع المجتمع ويكون عادي نفسيا واجتماعيا، أنه يكون كيف مجتمع متواصل مع المجتمع يعني من الصغر، وهو كيف يتقبل هذا الفكرة أنه يقتنع أنه هو أول شيء ابتلاء من رب العالمين، ثاني شيء أنه هو مش أقل من غيره، يمكن بعض الناس عندهم احتياجات خاصة ثانية مثل النظارة مثلا أو أنه هذه كلها احتياجات خاصة صحيح ولا لا، لكن كل واحد تختلف احتياجاته الخاصة أو احتياجات الشخص كيف تكون، فكل واحد لازم يقتنع أول شيء أن هذا ابتلاء من رب العالمين، أنه هو مش أقل من غيره، أنه هو يقدر يثبت نفسه، أنه هو يقدر يطلع ويشتغل ويعيش ويتعايش وما في أي شيء صعب عليه، يعني حتى سواقة السيارة مثلا أنا عندي ليسن وأسوق وأطلع وأشتغل وموظف وأطلع في كل مكان وما في أي شيء ممكن يعيقني أن أنا أطلع على المجتمع، فأول شيء تكون هاي من المنزل أهل الشخص نفسه، ثانيا قناعة الشخص وإيمانه برب العالمين يعني. نعم، وتقبل الشخص أنه العمل حتى يعمل بغض النظر ما مدى الإعاقة، يعني كل إعاقة ربما يجد لها عمل يناسب هذه الإعاقة. هذا هو لازم يكون المؤسسات المسؤولة عن توظيف ذوي الإعاقة، يمكن لأنه صعب أو المؤسسات الحكومية أو الشركات تتقبل فكرة أنه يوظفوا شخص من ذوي الإعاقة، لأنه تكون نظرة شوية أنه هو كيف راح يشتغل، كيف راح يكون، هل بيعيقني أنا في العمل، هل بيساعدني، هل بيكون دعم، فلازم يكون في مؤسسات توظف كل شخص حسب إمكانياته، وين ممكن يشتغل، وين ممكن يبدأ، حسب شهادته، حسب إمكانياته، حسب رغبات الشخص نفسه. هاي تكون على المسؤولية، يمكن على إذا كان في مؤسسات معينة توجه ذوي الإعاقة على وين ممكن يتوظفوا، لأنهم فيهم كفاءات كبيرة، فيهم أفكار حلوة، فيهم قدرة أو فيهم إصرار كبير وعزيمة، لكن مش محصلين وين اللي يوجههم أو مين اللي يوجههم. طب سيد علي داخل العمل، يعني كيف ما مدى تقبل الأشخاص لشخص من ذوي الإعاقة موجود بداخل العمل؟ هي في البداية يعني أنا أتذكر أنا كتجربة شخصية في البداية كانت أول ما جيت يمكن أنا شايف نظرات الناس كيف كانت، نظرات استغراب كيف هذا جاي يشتغل معنا أو إيش راح يسوي، أو لما عرفوا أن أنا راح أكون موظف معهم يمكن هي أول مرة زملاء يشوفوا الموضوع، لكن أنا ملاحظ عليهم يعني كنت أشوف النظرات الاستغراب، لكن بعدها شوية شوية بديت أنا كيف أنا أقدر أفرض نفسي عليهم، كيف أنا أحسسهم. حاليا أنا صار لي سنتين موظف، ما في فرق بينه وبين أي شيء أي موظف آخر، أصدقاء ويمكن في العمل نفس الكفاءة نفس القيمة نفس كل شيء، لكن كيف أنت تقدر تثبت نفسك في البداية بتكون صعبة، نظرات الناس طبيعي لأن أنت ما تقدر تتحكم في غيرك، لكن تقدر تتحكم في نفسك، أنت كيف ممكن تفرض نفسك على المجتمع وعلى الناس اللي محيطين فيك أنت، وبالنظر بتصرفك أنت راح تغير نظرة المجتمع وتثبت وجودك صحيح في العمل أو كأصدقائك أو كمكان. طب في رسالة ممكن توجهها للمحيطين بك إن كان في العمل أو في المجتمع بشكل عام؟ يمكن في ناس أحب أشكرهم اللي هم وقفوا معي سواء في العمل، مدير عملي، زملائي، أهلي في المنزل، كيف إن هم أهلوني من البداية، الوالدة الله يحفظها كيف كانت تعبت معي في البداية. أحب أشكر زملائي يمكن في العمل ومدرائي أو مسؤوليني في العمل كيف وثقوا فيني وأنا كيف أني أثبت وجودي الحمد لله. شكرا لك سيد علي شيخ الدين، ونتمنى لك التوفيق في حياتك. يا رب إن شاء الله. ومع المحاولات التي يقوم بها الأفراد والجمعيات المهنية لدعم المعاقين وتيسير حياتهم، هل يحظى المعاق نفسه بما يحتاجه فعلا من الدعم؟ المقطع التالي يحاول الإجابة على هذا السؤال، ولكن قبل أن نشاهد نتوجه بالشكر كما تفضلنا لضيفنا الأستاذ علي شيخ أحمد، لنشاهد معا. فكرة الإتاحة إن هي ناس كتير بتفتكر إن الإتاحة دي مجرد رامبس، إن أنا ممكن أعمل رامب أحل مشكلة بتاعت كل الناس اللي عندها إعاقة في مصر، وده مش حقيقة. إن هي الإتاحة إحنا how we define الأكسسبيليتي هي أي حاجز بيقابل الشخص إن هو يقدر يمارس حياته اليومية،
والحاجز ده مش بيبقى في الشخص، بيبقى في الانفايرمنت اللي حواليه. يجي التيم بتاعه، طب انا هتعامل ازاي مع شخص عنده اعاقه بصريه؟ حد علمني؟ حد دربني؟ مفيش اصلا حد، واماكن قليله جدا اللي بتدرب على احتواء الناس، وكله بيروح يقدم في الشركات ومفيش حد يعلم الناس ازاي تحتويهم. وفي نفس الوقت بيجي الشخص اللي عنده اعاقه بيبقى عنده سنسيتيفيتي عاليه بسبب الظلم اللي في المجتمع، وممكن ما يبقاش عارف ازاي يتعامل في الورك بيس، ما عندوش الـ 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 الاساسيات للتعامل مع في بيئه العمل. دلوقتي لسه حالات فردية، وبتبقى من كتر ما هي نادرة بتبقى عبارة عن يعني أنا بحسها كدعاية أكتر، تمام؟ لكن هو المجتمع نفسه عايز يتأهل أكتر من الكفيف أصلاً أو المعاق، فاهم؟ يعني الكفيف والمعاق ده حد زي أي حد، لكن هو المشكلة إن احنا المجتمع نفسه عايز يتعلم إزاي يستوعب كل فئة. الدستور لما طلع 2014 نص على في المواد بتاعته على تهيئة البيئة والمرافق لأشخاص ذوي الإعاقة عشان يتمتعوا بحقوق في المجتمع زي غيرهم، وده اعتراف صريح، ويمكن لأول مرة الدولة بتلزم نفسها إن تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين على قدم مساواة مع غيرهم، وحقهم إن هم يوصلوا لكل مكان ويستمتعوا بخدماته أو بالترفيه اللي فيه، ويستمتعوا يبقى لهم قدرة الوصول للمعلومة. ونعود لنستكمل معكم نقاشنا، وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أحمد عبد الرحمن منسق دعم ذوي الإعاقة بإحدى المدارس في دولة قطر، وكذلك الترحيب بالأستاذ صالح الكواري رئيس تحرير صحيفة البلاد الإلكترونية والتي تعنى بدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة. كما ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الأستاذ رامز ماهر مؤسس جمعية حلم لدعم الأشخاص المعاقين. أهلا بكم. رح أبدأ معك أستاذ صالح، صباح الخير وأهلا بك. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ صالح، هل تجد أن المجتمع بالفعل قام بدعم المعاقين أو ذوي الاحتياجات وإدماجهم في المجتمع؟ أمانة المجتمع داعم لذوي الإعاقة، لكن يبقى أن هناك لابد من دور اللي هو الاهتمام. الاهتمام مهم، مش بس أنك تدمج الشخص، لابد انك تهتم فيه ومتابعته وتعطيه دور فعال في المجتمع، مش لان الادماج في المجتمع غير كافي انك تدمجه. ادماج بدون اهتمام اتصور ما راح يؤدي الدور اللي عليه. نعم. طب عندما تقول ادماج او اهتمام كما تفضلت، ماذا تقصد في الاهتمام؟ الاهتمام تابع تقدم له تأهيل دور حتى يقدمه في المجتمع، لكن تدمجه وما في تأهيل ولا في اهتمام ما أتصور راح يؤدي يكون له دور في المجتمع. نعم. وننتقل إلى الأستاذ من مؤسس جمعية حلم عبر سكايب من القاهرة الأستاذ رامز. أستاذ رامز، رأينا فيديو ما تزودهاش، ما أردتم وما المقصود من تقديم هذا الفيديو؟ أهلا وسهلا. الأول أرحب الناس الموجودة في الاستوديو وأشكركم على الدعوة. هو هدف الفيديو كان بشكل عام إن يمكن المجتمع المصري جزء من إن إحنا محتاجين نشتغل عليه هو إن إحنا إزاي نخلي المجتمع عارف طريقة التعامل أو المشاكل اليومية اللي بتقابل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري. فاحنا حبينا ان احنا نوري بطريقه بسيطه جدا
الفيديو ده وصل لحوالي 5 مليون واحد في خلال اسبوعين بس. كذا حد عمل له شير عبر الفيسبوك واتذاع على قنوات تلفزيون كتير. كان فكرة الفيديو ان هو ببساطة يعرف كل حد ايه الحاجات اللي المفروض الناس متعملهاش او متزودهاش في طريقة التعامل. ده كان الهدف الرئيسي يعني. نعم أستاذ أحمد، عندما نقول أن دمج المعاق، ما المقصود بدمج المعاق في المجتمع؟ الدمج طبعا له صور. الصورة الأولى الدمج الأكاديمي، والمقصود به داخل المدارس العادية وضع برنامج للطلاب المعاقين لدمجهم مع الطلاب العاديين. والدمج الصورة الثانية الدمج الاجتماعي داخل المجتمع من خلال السكن والإقامة العمل التوظيف. هذه هي باختصار صور الدمج الموجودة في المجتمعات. نعم، عندما تفضل الأستاذ صالح يطلبون أكثر من الدمج هو الاهتمام، ما المقصود وكيف تقوم هذه المؤسسات بالاهتمام؟ أولا يجب على المجتمع أن يقوم بدوره. الاهتمام يقصد به المتابعة بعد مرحلة التأهيل التوظيف، متابعة هذا المعاق إلى أين وصل، هل تطور أم وقف في مكانه، لم يتقدم تقدم، حتى نعطي له فرص. لأن بعض المعاقين أحيانا يجد نفسه هذا مكاني توقفت فيه لن أتقدم إلى الأمام خطوة واحدة. الاهتمام والمتابعة تؤدي إلى خروج الإمكانات، خروج الإبداعات الموجودة داخل المعاق. المعاق إنسان طبيعي ولكنه يحتاج إلى اهتمام ومتابعة حتى تخرج الإمكانات والإبداعات من داخله. نعم، بالعودة إليك أستاذ رامز، عندما أسستم جمعية حلم لدعم الأشخاص المعاقين، في البداية لماذا تأسست هذه الجمعية؟ كان هدف تأسيس المؤسسة في البداية كان بسبب ان في قانون في مصر. طبعا في اسباب، يعني انا ما عنديش اي حد في العيلة من الاشخاص ذوي الاعاقة، ولا المؤسسة برضو أمينة الساعي عندها اي حاجة شخصية دفعتنا ان احنا نبتدي المؤسسة، ولكن ممكن كل حد فينا عدى بحاجات معينة ليها علاقة باصدقاء او بخبرة استفدنا بيها خارج مصر. وكان الاحتياج في مصر ان في شركات كتير، في قانون ان اي شركة تتعدى 5% محتاجة انها توظف اي 5% من اي شركة تعدي 50 موظف محتاجة تعين 5% من الاشخاص ذوي الاعاقة. وفي نفس الوقت ان في مشاكل في 15% من المجتمع المصري من الاشخاص ذوي الاعاقة، فهي مشكلة مش بس بتأثر على 5%، بتأثر على عائلات الناس دي، اصحابهم اصدقائهم، فهي مشكلة مؤثرة بحجم كبير جدا على المجتمع المصري واعتقد في بلاد كتير جدا مش بس مصر، ومحتاجين ان احنا نحلها. نعم. بس فده كان هدف بدايه المؤسسه. طب هل هناك اليات معينه تتبعونها في تحقيق اهداف هذه الجمعيه؟ اهداف برضو اهداف المؤسسه احنا بنشتغل على ثلاث اجزاء مهمه جدا. اول حاجه ان الشخص ذوي الاعاقه مش لوحده. انا ليه بقول الشخص ذوي الاعاقه؟ ان بناء على اتفاقية الأمم المتحدة كان المصطلح المتعارف عليه هو الأشخاص ذوي الإعاقة أو Person with a Disability. ده كان اللي إحنا كانت مصر مضت عليه في 2008، يمكن تكون من أول البلاد اللي مضت عليه، فعشان كده تلاقيه بستخدم أكتر المصطلح ده. فإحنا جزء من اللي إحنا بنشتغل عليه طبعا التوعية للمجتمع وللشركات وللشخص ذوي الإعاقة نفسه. والحاجة الثانية إن إحنا بنشتغل على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا تأهيل الشركات، لان ممكن يكون طبعا الشخص ذوي الاعاقه محتاج تاهيل، ولكن الشركه برضو او المؤسسه او المنظمه اللي هيشتغل فيها او هيدمج فيها، ممكن تكون مدرسه ممكن تكون جامعه، محتاج هي كمان تاهيل او تعرف ازاي تستقبل شخص ذوي اعاقه. فده الجزء الثاني اللي احنا بنشتغل على تدريب وتاهيل المؤسسات والشركات، ايا كان شركات خاصه او شركات تبع الحكومه، وايضا الاشخاص ذوي الاعاقه. الحاجه الثالثه اللي احنا بنساعد برضو مؤسسات وشركات على ازاي ان من اكبر المشاكل الموجوده حوالين العالم وايضا موجوده في مصر هو ان يكون المجتمع مهيئ او مجهز. وقصدي بكلمه مجهز مش قصدي ان يبقى فيه رامب او قصدي ان يبقى فيه، لا، ان احنا في كود هندسي موجود لازم كل الاماكن تكون بتمشي على الكود ده. الكود ده فيه اكتر من 400 سؤال لكل مكان، لو المكان ده حتى 100 متر هيطبق عليه 400 سؤال دول. فاحنا بنمسك المؤسسه اللي احنا بنشتغل معاها خطوه بخطوه، نديها خدمه استشاريه من اول ان احنا عندنا فريق مهندسين بيروح يقيم المكان
بيطلع تقرير بالتغييرات المطلوبة عشان المكان ده يبقى مهيأ لكل أنواع الإعاقة. وبعد كده بنتابع مع الشخص اللي بيطبق التغييرات دي انه يكون بيعملها بناء على الكود الهندسي. وبعد كده كنا احنا عملنا ابلكيشن وموقع بيعرف الاشخاص ذوي الاعاقه فين الاماكن. يعني طب تمام انا عملت الاماكن كلها مجهزه, الشخص هيعرف منين بقى المكان ده موجود؟ هيقدر يخش على الويب سايت او الابلكيشن اسمها انطلق, هي حاليا موجوده على الاندرويد بس ولكن هتنزل بعد كده على الايفون, ان هي تعرف الشخص ذوي الاعاقه بالظبط بناء على المعايير او الكود الهندسي الاماكن مجهزه. نعم. لانهي مدى. نعم استاذ صالح, لديك تجارب متنوعه في مساعده ذوي الاحتياجات الخاصه على تسيير حاجاتهم اليوميه, تطلعنا على بعض هذه التجارب وهذه المحاولات؟ انا اساسا صاحب تجربه. تفضل. تجربتي في خوض العمل الاعلامي, أملك اليوم صحيفة إلكترونية, هذه تجربة أولى تعتبر في قطر, وأنا أول من أسس صحيفة إلكترونية. الصحيفة دورها تغطي الأخبار المحلية في قطر مثل الرياضة, الثقافة, المنوعات. الصحيفة تقدم خدمة مجانية فيها الفائدة العامة يعني للمواطن والمقيم. وتصور هذه من التجارب الكبيرة اليوم. بالطبع. هل لاحظت إقبال على هذه الصحيفة أستاذ صالح؟ الأمان الإقبال جدا ضعيف. طبعا أكيد في أسباب. الأسباب عدم اهتمام. لأن اليوم لما نتكلم عن الاهتمام والمتابعة هذا شيء أمر ضروري. كوني أقدم خدمة ويكون الموضوع اجتهاد شخصي وما في أي اهتمام ولا متابعة, تصور الموضوع يكون جدا صعب. طب لا يوجد أي جمعية أو جهة أو مؤسسة تبنت هذا المشروع؟ للأمانة أنا حاولت واجتهدت وسعيت يعني وما وجدت أي تجاوب. نعم أستاذ أحمد, عندما نقول دمج المعاق, هل يختلف دمج المعاق عن مساعدته؟ طبعا يمكن العرض اللي كان جاء عن جمعية حلم, المساعدة قد يقدمها الإنسان وهو على غير علم بالمساعدة الإيجابية الصحيحة فيؤدي إلى هلاك المعاق كما أتت الصورة في الفيديو. أما الدمج يقوم على أسس وتأهيل وتوظيف له أسس حتى تنجح المنظومة. أما المساعدة فقد تأتي وتؤدي إلى كارثة, لأن المساعدة قد تكون على غير علم فتؤدي إلى شيء لا يحمد عقباه. أما الدمج فهو عملية منظمة داخل المدرسة أو داخل المجتمع, تقوم على التأهيل يؤدي إلى التوظيف, تقوم على الاستعداد داخل المدرسة من مباني, من مصاعد, من كل شيء, من معامل, من صفوف, من أقسام, من معلمين, من برامج, وسائل تعليمية. كل هذه الأمور هي التي تؤدي إلى نجاح الدمج. فالدمج يختلف تماما عن المساعدة. نعم. ونذكر مشاهدينا أننا نتلقى اتصالاتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة. ومعنا عبر الهاتف فوزية من مصر. صباح الخير فوزية. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. زي حضرتك وربنا يبارك فيك وفي القناة جميعا يعني يا رب. أهلا وسهلا. والله سبحان الله يعني له في خلقه شؤون. أتمنى أن ما فيش أم ولا أسرة تجعل من الطفل المعاق مفسدة لحلم الأمومة. ربما تكون هذا الطفل ابتلاء من الله ليضيف إلى الأم والأسرة حسنات في ميزانها. طبعا الأم والأسرة يا أستاذة والمجتمع لابد من اكتساب مهارات التعامل بقى بداية من عمل متوازن في علاقة الأخوة من أول الأسرة في علاقة الأخوة بالطفل المعاق, عشان يشعر بعض الأخوة في منهم بيشعر بغيرة من تكثيف الرعاية للابن المعاق بما يؤثر بالسلب على التعامل معه من إخواته. تشرح الأم بقى للإخوة يعني دوافع زيادة رعايته وتجعل الإخوة يندمجون في مساعدة الابن المعاق نفسهم يساعدوه وبروح لا تجعله يشعر بالدونية. أيضا في المدارس والتعليم والمعلمين ندخل برامج من دي, لابد الأم كمان تنمي قدراتها برامج تدريب, وأيضا تنمي قدرات الابن المعاق ده إزاي يقضي معظم حاجاته باعتماد على نفسه دون تعنيف أو بشعور بالقصور. ولا ننسى نموذج شاهدته والله في التلفزيون يا أستاذة
شاب ولد بدون أذرع إلا قليل وقدمين ضمرتين، ومع ذلك لديه مهارات لا تعد ولا تحصى وروح عالية جدا، روح معنوية مرتفعة، بل إنه افتتح دورا للمعاقين. ولا ننسى دور الدولة بقى ومنظمات المجتمع المدني في نقل التكنولوجيا، تجهيزات الأماكن بما يلائم الإعاقة، بالإضافة لبرامج التأهيل، وهؤلاء ربما يخرج منهم نابغين في مجالات مختلفة. وربنا يعافي كل شكرا لك فوزية على هذه المشاركة. أستاذ أحمد، كما تفضلت السيدة فوزية، الاهتمام ربما يبدأ من الأسرة عندما يكون لديها طفل معاق. عندما يريد الأشخاص كيف يقدمون هذه المساعدة، يريدون المساعدة لنصل إلى مرحلة كما شاهدنا الفيديو ما تزودهاش، هل يجب في البداية تفهم وضع المعاق، كيفية مساعدته؟ الأسرة عندما يأتي إليها طفل معاق، الأم تبدأ بمرحلة الصدمة، ثم بعد ذلك يجب أن تفهم أن هذا من الله سبحانه وتعالى، سواء طفل صحيح أو طفل معاق. ثم بعد ذلك تبدأ في التعرف على ما لدى هذا الطفل من مشاكل صحية وغيره. كل طفل معاق تختلف إعاقته عن الآخر، وتختلف احتياجاته عن الآخر. الأسرة هي الأساس. الطالب في المدرسة يجلس وقت مع المعلمين، أما في الأسرة فهو بين إخوانه وأمي وأبي، فهو يحتاج إلى الاهتمام والرعاية والمتابعة. إذا لم تقم الأسرة بدورها وقامت المدرسة بدور، فهناك الآن ركيزة تقوم بعملية الدمج بشكل صحيح وبشكل منضبط، أما الأسرة فلا تقوم بهذا، فستفشل عملية الدمج، سيحدث انسحاب من هذا الطفل المعاق، سيحدث عزلة، سيشعر أنه أقل، سيشعر بالدونية. إذن فالأسرة عليها دور مهم جدا في هذه العملية كي تنجح. طيب، ما الواجب على كل أسرة؟ أولا، هناك العديد من المراكز المتخصصة في هذه العملية التوعوية، يجب أن تذهب إليها الأسرة كي تتعرف على ما لدى طفلها من إعاقات، من إمكانات، وكذلك يجب أن تحث أطفالها على إنشاء علاقات مع أبناء الجيران حتى يصبح إنسانا متكيفا مع المجتمع، وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا التي يجب على الأسرة، هي الأساس، توعي هذا الطفل، توصل إليه رسالة أنك مثل الآخرين، لكن تحتاج إلى بعض الأمور التي ستوصلك. انظر إلى الأمثلة العديدة جدا من أيام الصحابة، من العصر الحديث، العديد من الأشخاص معاقين ولكنهم وصلوا إلى درجات عالية جدا. بماذا؟ بما لديهم من إمكانات وباهتمام الأسرة، لأن الأسرة إذا لم تهتم بالمعاق فمعنى ذلك هي لها الدور الأساسي في البداية. نعم، دعنا نأخذ هاتف ثم نعود لمواصلة حول دور المجتمع أيضا. معنا عبر الهاتف سعد من الكويت. صباح الخير سعد. أهلا وسهلا أستاذه باختصار، سلام وتحية لكم وللبرنامج المميز الراقي. يا أستاذ، المعاق محتاج أحيانا مساعدة في الحركة، ويجب على الجهات المختصة الإسراع في وضع مكان ومركز ملائم في كل محافظة ومنطقة. كذلك يا أستاذ، يجب مساعدة المعاق وأخذ المهنة يعني والدراسة وكعلاجات يعني. وأخيرا يا أستاذ، ونحن أبناء الكويت الرائدة نحو المعالي صاعدة، ولابد من المتابعة والاهتمام ذاتيا ومعنويا في كل مكان، وأبعد الله عنا وعنكم حرارة الجسد والبدن يا الله، وتحياتي لكم. شكرا لك سعد من الكويت. ونأخذ هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لنتعرف كيف تفاعل متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي مع موضوع حلقة اليوم.
ونتعرف معكم الآن على مجموعة من تعليقات وأسئلة متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل عمر فياض. صباح الخير عمر. صباح النور ميسون، أهلا بك وأهلا بضيوفك الكرام وبكل من يتابعنا الآن وأيضا من شارك معنا في هذه الفقرة ردا على السؤال الذي طرحناه، ما هو دور الفرد في المجتمع تجاه ذوي الإعاقة؟ أبدأ بهذه التعليقات والمشاركات التي وردتنا على الفيسبوك. ومصطفى يقول: على الفرد والمجتمع احترام الشخص ذي الإعاقة سواء في إيجاد عمل له أو من خلال تنمية مواهبه. نذهب إلى التعليق التالي لإسراء عاطف تقول: أولا علشان الفرد يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة لازم الأول يتغير أو يتم تغيير ثقافة الأفراد تجاه المعاقين ومن ثم المجتمع ككل، خاصة وأن الدولة هي التي تجبر المواطنين على احترام المعاقين. هذا من وجهة نظر إسراء. نذهب إلى التعليق التالي لطارق يقول: والله إن الإعاقة هي إعاقة القلوب والعقول، فأصحاب الاحتياجات الخاصة أفضل حالا من الكثير من صحاح الأجسام أو من صحاح الأجسام. نذهب إلى الرأي التالي لهذا المشارك ويقول: التعامل معهم على أساس أنهم غير معاقين، تفهم احتياجاتهم من أسمى صفات الإنسانية. القضية ليست في الإعاقة أو السلامة من الإعاقة، بل في الإصابة بالإنسانية أو التجرد منها. المعاق هو من فقد إنسانيته، وهذا هو المعنى الأصح لهذه الكلمة والاستخدام لها من وجهة نظر هذا المشارك. نذهب إلى أمل التي تقول: الحب والحنان والاحترام المتبادل بينه وبين المجتمع. نذهب إلى تويتر الآن وبعض التغريدات أيضا من خلاله. محمد يقول في هذه التغريدة: يحتاج المعاق للتنقل بسهولة ويجب على الدولة توفير ممشى على طول الطرق خاص بهم، وأيضا توفير كراسي كهربائية لتعينهم على التنقل بدون أي مساعدة من أي شخص. نذهب إلى الرأي التالي في تغريدة أخرى للدكتور أحمد يقول: الأفضل لذي الإعاقة أن تساعده على الاعتماد على نفسه. هنا تكون قد قدمت له يعني من وجهة نظر الدكتور أحمد قدمت له شيء فاضل. نذهب إلى هذا المشارك بحر يقول: التعاطف فقط لا يكفي، بل يحتاج أيضا إلى دعم مجتمعي وتوفير للعلاج المراكز التي تساعد في هذا الأمر. أكتفي بهذا القدر وأعود للزميلة ميسون مرة أخرى. شكرا لك عمر على كل هذه التعليقات. أستاذ صالح، عندما يكون المعاق منعزل عن المجتمع، هل هو السبب في المعاق نفسه أو في المجتمع؟ والله أنا أتصور أن المفروض المعاق هو اللي يدمج نفسه في المجتمع، هو اللي يفرض نفسه، لأن لما هو يفرض نفسه يلاقي المجتمع قابل، لأن العقليات تغيرت اليوم. أتصور هل تجد تقبل من المجتمع دائما عندما تحاول أن تندمج أو أن تنخرط في هذا المجتمع؟ للأمانة أنا شخصيا ملاقي تقبل والاحتضان في كل أمور حياتي والله الحمد. أستاذ أحمد، بعض التعليقات ركزت على تنمية مواهب المعاقين، الاهتمام بهم، مساعدة على الاعتماد على النفس. نحن كأشخاص في المجتمع كيف يمكن مساعدة هذا المعاق ولكن بطريقة لا تؤذي هذا المعاق وبنفس الوقت تساعده على الاعتماد على نفسه؟ جميل. أول شيء هو فهم نفسية المعاق ونوعية الإعاقة. المعاق حركيا، سمعيا، بصريا، عقليا، حسب أنواع الإعاقة المختلفة. يجب أن يكون لدى الإنسان فهم لهذه النفسية، وهذا الأمر يعود إلى المجتمع من ناحية التوعية. فإن قامت مؤسسات المجتمع الإعلامية المختلفة بتوعية المجتمع فهي بذلك تقوم بدورها. إذا وصلت هذه الرسالة كما يحدث الآن في الجزيرة مباشر وهي صوت الناس، تصل المعلومات وتصل كل هذه الأشياء إلى الناس فيعلمون كيفية التعامل مع هذا المعاق. إن كان معاقا بصريا كيف أقدم له المساعدة وكيف تكون مساعدة إيجابية لا تكون مساعدة عكسية. لماذا؟ هنا أريد أن أركز على هذه النقطة. نعم. هل ممكن بعض المساعدات أن تؤذي المعاق أكثر مما تساعده؟ أكيد طبيعي. لماذا؟ لأنها لم تبنى على علم حقيقي بكيفية المساعدة. على سبيل المثال المعاق حركيا، إذا إنسان جالس على كرسي كيف أتحدث معه؟ أتحدث معه وأنا واقف وهو جالس، هذا طبعا شيء غير صحيح. يجب أن يكون مستوى النظر في العينين متقابل معه حتى تصل له الرسالة. الإنسان المعاق بصريا عندما أتحدث معه لا ينبغي أن أرفع صوتي، فهو ليس أصم، هو لا يراني، فأحاول
أن تصل إليه الرسالة مني شفهيا بصوت هادئ. أحاول دائما أن أنبهه، أحاول إن أخذت يده لا أجعله كالطفل، أجعله يعتمد على نفسه، بل يتأبط ذراعي حتى أذهب به في أي مكان يريد. أول شيء في المساعدة أعرض عليه المساعدة بلطف، لأنه إذا أقحمت نفسي ربما نقطة مهمة. نعم. أن السؤال قبل المساعدة، هل تريد مساعدة؟ نعم، ده الشيء العلمي الصحيح، لأنه قد يكون تقديم المساعدة من دون إذنه سبب في يعني إدخال الحزن على نفسه. لماذا؟ لأنه من هذا القبيل يشعر أن الناس تنظر إليه على أنه إنسان ناقص، إنسان لا يستطيع أن يعتمد على نفسه، بل بالعكس، أستاذي هل أستطيع أن أساعدك؟ قال نعم، خلاص تفضل. يبدأ مثلا المعاق بصريا، يتأبط ذراع من يريد أن يساعده. ماذا تريد؟ مثلا عبور الطريق، يبدأ بأن يشير إلى السيارات مثلا، أو يعلمه بمكان هناك في درج انزل سنصعد، يتقدم أمامه بخطوة حتى يكون له مرشدا، فلا يكون هذا المعاق مثلا بصريا يعتمد عليه في كل شيء، فذلك يدخل الحزن إلى نفسه. ده بالنسبة مثلا للمعاق بصريا. المعاق حركيا كما تحدثنا يكون الحوار متساوي له في المكان، لا يقف ويحدثه. المعاق عقليا حسب درجة الإعاقة وغيره من الإعاقات العديدة. يعني يجب فهم طبيعة الإعاقة حتى نستطيع أن نقدم المساعدة بشكل صحيح. يعني يجب أن يكون هناك في البداية عرض للمساعدة أيا كانت الإعاقة. نعم. ونعود إليك أستاذ رامز حول عمل الجمعية، حدثنا عن حجم التطوع في هذه الجمعية. وطبعا التطوع من الـ يعني الحاجات المفيدة جدا للمؤسسة، لأن كمؤسسة مجتمع مدني احنا في واجبات كتير جدا عايزين نحققها، ولكن عدد يمكن الموظفين داخل المؤسسة غير كافي ان احنا نحقق الأهداف دي. عدد المتطوعين حوالي 300 ل400 متطوع. احنا عندنا حتى المتطوعين في بعضهم من الأشخاص ذوي الإعاقة وفي من الأشخاص بدون الإعاقة، وده لان احنا بنؤمن بالحاجه زي كده. فانا ما ينفعش اكون بحارب لحاجه تكون موجوده في المجتمع ولكن انا كمؤسسه مش مؤمن بيها ومش بطبقها. فاحنا فعلا مؤمنين بده، واحنا مش مؤسسه مش بتخدم الاشخاص ذوي الاعاقه، ولكن احنا بنوصل رساله مع بعض، احنا بنشتغل ايدينا في ايدين بعض عشان نوصل رساله مع بعض. فطبعا التطوع من الاليات المهمه جدا في المنظمات الغير هدفها الربح. نعم. طب جمعيتكم هل تهتم بالتعاون مع مؤسسات أو جهات أو شخصيات معينة في إنجاح مثل هذه المبادرات؟ وطبعا أي حد، يعني الشراكة ده شيء أساسي، يعني أي حد بيشتغل لوحده مش هيحقق اللي هو عايز يوصل له. احنا طبعا بنشتغل طبعا أكيد مع وزارات مختلفة، مع محافظة الجيزة، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزارة التضامن طبعا، ان احنا تحت وزاره التضامن على طول، فلازم نشتغل طبعا كلنا في ايدين بعض عشان نقدر نحقق الاهداف كلها. فاكيد لازم نكون بنشتغل، لكن كشخصيات ممكن يكون شخصيات ليها علاقه بالمجال، ولكن اكتر احنا شغلنا يمكن يكون اكتر مع منظمات، ولكن الشخصيات اللي احنا بنلجا ليها ممكن يكونوا خبره في المجال. ان احنا كنا كسبنا مسابقتين خارج مصر في جامعه هارفارد، فمن المسابقه كنا قابلنا شخصيات مختلفه حوالين العالم خبرة في مجال الإعاقة، فطبعا دول زي استشاريين للمؤسسة، انهم بينقلوا خبرتهم لينا عشان نقدر نحقق اللي يمكن البلاد المتطورة وصلت إليه عشان نقدر نطبقه في مصر إن شاء الله. نعم. أستاذ أحمد، هل يفضل بحسب خبرتك في المدرسة يفضل دمج الأشخاص المعاقين مع الأشخاص السليمين أو في نفس المجتمع؟ يفضل طبعا ده حسب الإعاقة وحسب مستوى الإعاقة. الإعاقات البسيطة أو الإعاقات المتوسطة تجد لها مكانا في المدارس العادية، ونحن نطبق ذلك فعلا في مدارسنا وفي مدرستنا، ويلاقي الطلاب كل ترحاب، وذلك من خلال التوعية للهيئة الإدارية والتدريسية بهذا الأمر. ويمكن عندنا تجربة يمكن موجودة في المدرسة، عندنا طالبين عندهم شلل دماغي، لسه أمس كانوا بيعملوا تدريب على مسرحية باللغة الإنجليزية،
الطالبين، والطالبين فقط هم الذين يعني يقوموا بأداء الأدوار المسرحية. المسرحية باللغة الإنجليزية كاملة، طبعا ده بمعونة فريق الدعم في المدرسة وتدريبهم على هذا الأمر من خلال معلم الدعم في اللغة الإنجليزية في المدرسة، وده بيؤدي إلى أن الطالب المعاق يشعر بذاته، يعني هو يقوم حتى في هذه المسرحية بدور الطبيب، طالب يقوم بدور الطبيب وطالب آخر يقوم بدور المريض. منذ التدريب على هذه المسرحية نحن ننادي له باسم دكتور، تشجيعا له، وهو يشعر بسعادة غامرة جدا لأنه يعني شعر بقيمته وأتقن الدور بشكل يعني بشكل عجيب جدا يعني. فإذا لم تتح له هذه الفرصة كيف كان سينمي ما لديه مهاراته. من مهارات ومن مواهب. وطبعا هذه هذا الأمر يحتاج إلى شكر لكل القنوات التي تفتح بابها لتعريف المجتمع وتوعية المجتمع، ودمج ال ومنهم قناة الجزيرة مباشرة. هذا يعني هذه رسالة شكر إليكم منا جميعا يعني. شكرا لك أستاذ صالح، ما هي رسالتك للمجتمع وما تطلب المعاق، ماذا يحتاجه من المجتمع ومن المحيطين به؟ أتصور أعيد وأكرر، اليوم محتاج المعاق الدمج في المجتمع، لابد أن يدمج نفسه هو من داخله، يعني ما يجعل وسيط بينه وبين المجتمع. هو يذهب إلى المجتمع، لأن لما يكون وسيط بينه وبين المجتمع، المجتمع ينظر أن هذا عاجز محتاج شفقة، فالمجتمع يبعد نفسه عن المعاق. لكن لما هو يدمج نفسه داخل المجتمع راح يلاقي الاهتمام والحب والاحتضان وكل الأمور راح تكون مهيئة له بإذن الله. شكرا لكم، وبهذا تنتهي حلقة اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفينا في الاستوديو الأستاذ أحمد عبد الرحمن منسق دعم ذوي الإعاقة بإحدى المدارس في دولة قطر، والسيد علي شيخ الدين الذي كان معنا، كذلك الشكر مسكايب من القاهرة الأستاذ رامز ماهر مؤسس جمعية حلم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما والشكر أيضا للأستاذ صالح. ونشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، نرجو لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.